سيأتي زمان على البشرية تتخلص فيه من هؤلاء الطغاة، هؤلاء الجبابرة. نحن نعتقد كما يعتقد أتباع الديانات السماوية بهذا الوعد الإلهي. هذه الأرض التي تمتلئ بالظلم وبالجوع، سيأتي الوعد الإلهي ويتحقق الوعد الإلهي، وسيأتي من يملأها عدلاً وقسطاً وأمناً وسلاماً وإنسانية وإيماناً وأخلاقاً وحباً وسلماً. هذا هو الوعد الإلهي. كان هادئ، كان محب لأخوته، كان ما بهمه نفسه، ما بهمه المصروف، ما يسأل عن المصروف، ما يهمه اللبس، بدي قميص بدي بنطلون أو بدي شغلي، يعني عينه تطلب شيء مثل ما يطلب شيء أبداً. همه أكثر شيء كان هيك، يعني الكتاب، القراءة، الهدوء. هوايته كان يلعب، يحب الفطبول أكثر شيء. لما يكون في لعب على الملعب أو مرات مع رفقاته هيك يعني بسيطين بالضيعة، رح يلعبوا ويانا على البيضة. كان هذا يحب لعب الفطبول. I want to go back to when you were a boy. You were the son of a greengrocer. What was your first memory as a boy in this home in Lebanon? And did these early memories affect your political thought? Naturally, when I was a child, when I was a little child, I was born and lived for 15 years since I was born in a neighborhood in East Beirut. That neighborhood had certain characteristics, and naturally the environment leaves an effect on one's personality. One of the characteristics of this neighborhood is that it was a poor area. It used to have Muslims, Shia, and there was Sunni Muslims. There was Christians, there were Armenians, there were Kurds, and also there were Lebanese and Palestinians as well, both. So I was born and lived in this very mixed and varied environmental had. So naturally, this made me sort of alert and concerned about Palestine and the injustice which the Palestinian people had been subjected to. So I had a very early awareness of that, because the Palestinians who were in our neighborhood, they were all expelled from their towns, from Haifa, from Akka, from Jerusalem, from Ramallah. This was the environment that I was born in and brought up in. يروح الصبي على المدرسة ويجي من المدرسة، يروح على المدرسة ويجي من المدرسة. أنا يجي على المحلة عندي، أعطيك اليوم ربع ليرة مصروفه. يجي هالصبي مفيش معول، بيجي شو جبت شو اشتريت؟ قال لي بيجي خلاص صرفته. بيجي واحد يوم من رفقاته بيقول لي كل يوم ربع ليرة بفرقع أولاده، كل واحد 5 قروش على رفقاته. قلت له قال لي أنا ببيع عنده دكانة، بدي بس أنا البيبسي بشرب، بدي روح شوكولاتة بياكل. هذا مصروفه كان يفرقوا على رفقاته. لما واحد بيعيش مع سيد عباس بتأثر بسيد عباس، بينمى بشخصيته البعد العاطفي وبعد المحبة، محبة لعائلته، لأولاده، لزوجته، لقرايبينه، للناس اللي حواليه، للشباب، للناس العاديين اللي بيعيش هو وياهم. بصير يحب الفقراء أكثر من غيرهم، بحب الناس المتواضعين أكثر من غيرهم. هاي شيء له خصوصية بسيد عباس. هلأ بطبيعة الحال لما نحن تأثرنا بهالنمط من العلاقة والتربية، هذا بده ينعكس على علاقتنا مع أولادنا. يعني نحن عائلتنا بيتنا كتير في مودة ومحبة وعاطفة ولهفة مثل ما بيقولوا، وكمان تجانس. من وعيتنا خلينا نقول، ولا مرة حسينا بأنه الصورة التي تعطى عن الأب الحازم أو اللي هو عالم دين، حسب ما بعض المسيئين بيحبوا يصوروا أنه متدينين ومتزمتين،
من أول وعيتنا نحن ما حسينا بهذا التسلط لا سمح الله أو التحكم بمنأى عن كونك أنت بشري إنسان بما يختزل الإنسان بقلبه من مشاعر وعقله أحاسيس إنه بيك عم يسوقك ويسيرك مثل ما هو بده، لا بيسألك ولا بيعتبر وجودك مهم أو غير مهم أو أحاسيسك ومدري شو إلى اعتبار، بالعكس عطول إذا بدك بموضوع الديمقراطية، ديمقراطية قد ما بدك خاصة بعد العمر، يعني وقت اللي قطعنا صرنا شباب أو ارتبطنا أو رحنا على أشغال أو تجوزنا أو جبنا أولاد، يعني مختلف المراحل، ديمقراطي قد ما بدك، متفهم قد ما بدك، ناصح أمين قد ما بدك، حنون ومحب ما تتخيل. النصح لإلك هو كرمالك مش كرماله، هو ما جاي شيء. وقت بيقول لك بي عملها هي مثل ما بدك أنا ما عندي مشكلة، قلت له لا أنا بدي أنت كيف بتحب، ممكن يعطيك رأي بكتير شغلات ما بيتدخل، هي حياتكم. نحن مثلاً من الشغلات اللي مربيين عليها من نحن وصغار ممنوع نفوت بحياة حدا، ممنوع نحكي على حدا، ممنوع نقل احترام على حدا، ممنوع نفوت بخصوصيات حدا، ممنوع نتدخل بدين حدا، نحن ما قلنا بالناس. عطول التربية وتقريب وجهات النظر وطريقة النقاش مقنعة وسلسة وبسيطة، ما فيها تعقيد، ما فيها تكلف، ما فيها حدا بده يفرض شيء بالقوة. بيعلمك على كتمان سر العمل، يعني نحن أولاده بنعرف عنه شغلات من برا ما بنعرف عنه، منش بنسأله أنت كنت بالمحور الفلاني، أنت طلعت على الجبهة الفلانية، أنت مثلا صار معك هذا الحدث، صار هالحدث، بيضحك وبيهز براسه، طب ليش ما قلت لنا؟ ليش بدي قلكن؟ في واحدة أرمانية جارتنا قلت لها يا ست ماري أثناء مثل فيك تعطي لي الصبي درس إنجليزي؟ قالت لي شو؟ راح صار تعلمه، يجي لعندي بتقول لي بسم الصليب بسم الصليب، ليه؟ بتقول لي يا خيي أنا بيجي بيقعد هو بيقول لي أقرأ الدرس، بقرأ له إياه بالإنجليزي خلص، هو بيسمعني على الغايب كليته دورة واحد. من أنا وصغيري عندي علاقة خاصة أو فيك تقول تعلق خاص بالوالد، كنت معلقة فيه كتير، كنت كتير اشتاق له لما يكون غايب، وهو أكترية الوقت يعني طبعاً بيكون مشغول، يمكن مثل أي بنت وأي علاقة بنت بوالدها، كنت بحب أنه يكون الوالد مثل كل هالآباء، يعني أنه حاضر عطول معنا، نظهر نحن وياه أي شيء بدنا إياه، قادرين دغري مثلاً نحكي ونوصل له، القعدات الأجواء العائلية طبيعة الحال هيدا يعني رغبة موجودة بالفطرة، ولكن بالمقلب الآخر طبعاً أنا بغبطه على هيدا العمر يلي من هو وشاب، يمكن كمان من قبل ما يكون شاب، أنه هو فايد بخط الجهاد بخط المقاومة، قديش الإنسان بيكون موفق طبعاً توفيق من الله سبحانه وتعالى، أنه هيدا العمر بالأيام بالساعات بالسنين مقضيها بخدمة الله سبحانه وتعالى وبالجهاد في سبيل الله، فأكيد ما في يقايس هيدا الفضل على أنه احتفظ فيه كأب يعني. سيد عباس هو بالنسبة لي هو الهادي إلى هذا الطريق اللي أنا مشيته من هديك اللحظة إلى اليوم، وهو الأستاذ اللي علمني وعلم مجموعة من الإخوان وعلم كثيرين، وهو اللي ربانا. طيب بعدين بالنسبة لي صار سيد عباس هو القائد، لما رحنا على الحياة العامة على التبليغ على النشاط الديني على النشاط السياسي، اللي أنا برجع له، اللي أنا بسأله، اللي أنا بستشيره، اللي أنا باخد برأيه، اللي أنا بعتبره قدوتي المباشرة بالميدان، كان شايس عباس رحمة الله عليه. هلأ السيد صار بالعشرينات تقريبا، قال لي يا بي، قلت له شو؟ قال لي بدي أتزوج نهار الفلاني
السيد محمد حسين فضل الله الله يقدس روحه موجود سيارة ناطرته، بتطلع انت وياه وصهره اسمه سيد كاظم فضل الله، بتروحوا لعند هالجماعة اهل هذا المرض. طلعنا بالسيارة ماشيين، انا بدي اسأل السيد سيد محمد، قلت له مولانا طيب هلا ابني وضعه وضعي انا كمان يعني المادة المالي المعنوي تهجيري، حتى انا مطرح ماني قاعد ما بقدر اني قول جوزت ولد واعمل زي حدا يعني، فالقصة وبعدين بدك تحمله بدي حمله مسؤولية مسؤولية مرة وولاد وعائلة وكذا. جاوبني قال لي ابنك مش بس بيحمل مسؤولية مرة، ابنك بيحمل مسؤولية وطن مسؤولية بلد أدربين 10 مرات ولو كانوا 16 سنة ما تخاف تكره. الوالد من نحن وصغار يعني حتى قبل ما يصير أمين عام عنده مسؤولياته، وهو من أول طلعته بهذا الخط وبهذا الطريق، فبطبيعة الحال وكان غيابه مستمر عن البيت يعني كان يغيب أكثر ما يحضر. ما تغير فينا إنه لما صار أمين عام بعده هو نفس الوالد، نفس الوالد الحنون، نفس التعاطي، ما يعني التواضع اللي هو عنده ما بيخليك أصلاً تحس إنه هو صار مثلاً بمسؤولية معينة بمركز معين، بالعكس بيخليك تحس أكثر معه بتحمل هيدي المسؤولية. من وعينا كان السيد الغيبات أكثر من الحاضرات، يعني بتذكر إنه كنا فيه بنروح على المدرسة نطل نشوفه هو نايم، ونرجع من المدرسة نحن نخلص درسنا وأمورنا وننام يكون هو بعده ما إجا، وقت كان يغيب أيام عن البيت في فترة بالكم شهر بتحكي فيهم. لكن سبحان الله قلت لك هذا العطر والنفس بيضلوا بالبيت. طبعا الأساس والتقل بالتربية كان للحج الوالدة يعني الست أم هادي، فهي اللي ربت فينا كتير شغلات من المفاهيم للأمور الأخلاقية للأمور التربوية العادية للدرس إلى آخره، يعني شؤون حياتنا. هلأ كلياتنا بنعرف من التجربة إذا واحد عنده مسؤوليات سياسية أو أخ مجاهد بالجبهة، هلأ مثل ما منوصي رجال بنسوانهم من نوصي النسوان برجالهم، مثلا ببيته هو بيرتاح، زوجته حافظة البيت حافظة العائلة شايل الهم، بس يرجع على البيت وهم بيكون تعبان مزهقان مدري شو مضغوط، بيجي على البيت مأمل له مناخ من الراحة مناخ من الطمأنينة من السكينة، هذا جزء أساسي. ولذلك هذا بعض معاني جهاد المرأة حسن التبعل، أن تكون المرأة إلى جانب زوجها عندما يكون في مواقع جهادية، جهاد سياسي، جهاد عسكري، أي نوع من أنواع الجهاد، عم يتحمل ضغوط عم يتحمل صعوبات، شوي هي بنفس الوقت بالبيت هي سند لإله عون لإله سكينة وطمأنينة وإلى آخره. الوالدة كوالدة هي إنسان كتير حنونة علينا، بتحكي الهمنا كتير، بتسعى أنه أي شيء بتقدر تساعدنا فيه أو يتأملنا إياه على طول كانت تسعى فيه. وحتى هو الوالد قال إنه الفضل الأكبر بتنشئتنا وتنشئة خي هادي كان للماما لأنه هي اللي كانت متواجدة، بس طبعاً هو كان دائماً حاضر بتربيتنا بإرشادنا بنصحنا، وكان حضوره فعال حتى لو هو غايب، بس الأخلاق اللي تربينا عليها معه المبادئ اللي هو ربينا عليها كانت حاضرة. أنا كنت بأغلب الأوقات غايب، يعني بالنهاية عندي كان مسؤوليات ومتابعات وحواكي متنوعة، وأحياناً غياب عن البيت لأيام ولليالي. فلما بدنا ناخد الموضوع التربوي بالحقيقة يسجل لوالدته الفضل الأول في تربية هاتي لو نحكي بهذا الجانب. هلا طبعا بالنهار كان يصير فرصة احيانا انه نلتقي نحكي شوي مع بعضنا، احيان
عدة أيام يمكن يعني يجي يوم يوم اثنين ثلاثة أنا ما أشوف يعني لا هادي ولا أخواته. كزوجة أمين عام كمان فيك تقول بنفس السياق إنه كمان اللي ما بيعرفها ما بيعرف إنه هي مرت الأمين العام، يعني ولا مرة فاتت على مكان عرفت عن نفسها فيه، بالعكس كان إذا حدا بيعرف عنها تخجل عشان تضل حاسي حالة إنه هي يعني يتعاملوا معها مثل أي إنسان عادي بياخدوا راحتهم يكونوا مرتاحين ما يحسوا إنه هي مثلاً تتميز عنهم بشيء معين. السيد كان مثلاً تذكر أوقات يحضر يعني أوقات بلفتة بسيطة يعلمك شيء أو أنت تراقبه مثلاً ردة فعله على بعض الأمور طريقة معالجته لبعض الأمور تفهم تفكيره كيف صير تتصرف عليهم. واللي كان كمان ينقل لنا أنه شو اللي بيرضيه شو اللي بيحبه شو اللي ما بيحبه أو بيقبل فيه أو ما بيقبل فيه هو الست الوالدة الحجة. الحد الأدنى من معنى المودة هو الحب، هو العاطفة الصادقة، هو الانجذاب القلبي، هو الاحترام لهم. يجب عليه أن يعبر عن هذا الحب مش بس مع النبي وأهل البيت، حتى بالروايات موجود أنه إذا أحب أحدكم أخاه المؤمن صديقه أخوه صاحبه فليقل له إني أحبك، أن يطلع الآخر عن على حبه له، أن يقول الإنسان لأبيه وأمه إنني أحبكم، أن يقول لزوجته إنني أحبك، أن يقول لأولاده إنني أحبكم. التعبير عن هذا الحب باللسان وبالفعل وبالعمل وبالسلوك وبالممارسة هذا مطلوب. مثل ما بقولوا اللي بيحب بيتعاطى عن النفس، أو المنتمي لحدا بيتعاطى كمان على النفس وعلى العاطفة وعلى القلب. يعني بصير بدون ما أنت تكون بوجهه أو هو بوجهك بيعرف انت شو بتحب او بتعرف هو شو بحب، شو بيقبل شو ما بيقبل. بتذكر في ايام كنت انطر الاسبوع يمكن لا اقدر اني اتواصل، بس هذا ما بيشكل عبء، بالعكس يعني وحده من رد الجميل، خلينا نقول وحده من مصادق الحب والاحترام والتقدير، انه انت لو بصير عمرك 80 سنه وبيك عمره ان شاء الله 120 سنه والله يعطي العمر، أنت بتضلك تدق وتسأل. أمير المؤمنين سلام الله عليه بيقول من شاور الرجال شاركها عقولها. طب كيف إذا عندك مثل هالرجال أنه هو من هو وبيك وقائدك؟ يعني نحن بكفي أنه هو يعطينا رأيه أو ينصحنا بشغلة معينة حتى لو ما فرض رأيه علينا، لأنه عنا كيف بدي أقول لك اقتناع بنظرته ببصيرته باطلاعه على الأمور، فما كان بحاجة أصلاً إنه يكرر علينا أي أمر. أود بقول لك مثلاً تركها هذه الشغلة أخلاقياً أجمل أخلاقياً أكمل. يعني هو على طول بيقول وقت اللي أصلاً ما بدك تعطي شيء للناس تعطي شيء بعازته، يعني ما عنده هم والله إنه أنت عملت هاي للناس يقولوا عنك أنت شو منيح، هذا بيرضي الله روح عمله. مثلا الإنسان لا يود حاله من الغضب، بده جهد كبير بده صبر كبير حتى ما يغضب، مش بس الأكل والشرب والجنس والشغلات تانية. من المعاصي المشهورة والعابرة للناس جميعا غضب، أبسط كلمة بتخليه نرفز، بتخليه يبلش يسب ويشتم ويلعن ويقوي واس كمان ويقتل. إذن ليمسك حاله بحاجة إلى صبر، إلى أعلى مستوى من الصبر. فمرة عم نلعب ملعب الفوتبول حد البيت، من حظ الحلو إنه أنا ومعصب بالملعب طلع لفوق بلاقي فتح الشباك عم يتفرج علينا وأنا معصب بس اطلع على البيت. قال لي بي الرياضة للتهذيب، يعني واحد بالرياضة بده يضبط حاله، فشو نفع إنه تلعب رياضة وتفقد أدبك أو تطلع عن اللياقة؟ بدك تقلي غلط ما غلطوا عليه لفلان، بدك تقلي دفعك للإساءة
ما الله حيسألك إلك ليش أسأت، حتقول له فلان دفعني. بهود المحاججة الكتير بسيطة الكتير سلسة بجلس لك أمورك، مش بيروح على التوبيخ وعلى القسوة، مع أنه نظرة واحدة منه بتمسمرك، يعني ما في ما بيتكلف أنه يسمعك كلمتين أو يحكيك شيء. يعني مستوى الأدب، مستوى اللياقة، مستوى الأخلاق، سنين ضوئية لقدام. طب هو بيربوك، مش شرط الواحد يحط قلم وطبشورة ويحملك كتاب ويربيك ويدرسك ويعلمك. السلوك بيعلم، ممارسة بتعلم، وهذا مسلك وسلوك أهل البيت سلام الله عليهم، اللي هو مشرب وتشرب. النبي بيقول ساووا بين أولادكم في العطية في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. يعني إذا بين أولادي بدي فضل حدا حدا، لا بجيب الهدية للبنت أحسن من هدية الصبي. طبعاً هذا له حكمة، له سبب، لأنه العادات والتقاليد والثقافة والذهنية اللي كانت حاكمة الناس وما زالت حتى الآن حاكمة الناس هي تفضيل الذكر على الأنثى بدفع الأمر ليس إلى المساواة، وإنما الدعوة إلى شيء من التفضيل لنوصل بالحق بالحد الأدنى لشو؟ للمساواة. يعني هذا له حكمة. اهتمام الوالد فينا برغم غيابه، يعني فيك تقول هو الغائب الحاضر فينا، حتى لو مثلا طالت فترة اللقاء فينا بيطمن عنا، إن كان على عبر التليفون أو عبر الوالدة، وكمان نحن بالمقابل نحن أو الأحفاد إذا مثلا في عنا أي استشارة أي سؤال أي استفسار، كمان إذا صحنا نحكيه على التليفون أو كمان نبعت عبر الوالد. يعني فيك تقول التواصل بيضل حاضر، بس شوي يمكن اللقاء هو شوي الأصعب. من لوازم الحب أنك تشعر بالعاطفة اتجاه من تحب، وبقدر عاطفة القلبية الروحية من جوا، من شو بيقولوا عنا بالضياع، من حشاشة قلبك تحس بتحبه من قلب، من قلبك، من جوا من جوا من جوا. هذا اللي بيسموه السوى تبع جوا. يعني أن تفرح لفرحه وأن تحزن لحزنه. من لوازم الحب أن الإنسان يأنس بحبيبه، يشتاق إلى حبيبه. بيني وبين حالي أوقات، يمكن وقت اللي اشتاق له، بقول إنه هذه الحالة كيف سلخته عنا، إذا بدك تقول، من إحنا وصغار. بس برجع بطلع فيها بمحل تاني إيجابي بالنسبة إلي وبالنسبة إله. يعني بطلع إنه إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بعوضنا عنا بالآخرة، هذا حسن ظني بالله سبحانه وتعالى. واللي أحلى منه إنه بقول هذا مثل رصيد الله سبحانه وتعالى عطاك إياه، بمحل أنه أنت عم تأخذ أجر مجرد أنه أنت عم تعينه على جهاده، أنه أنا بشتاق لبي. علاقة الأحفاد بالوالد هن معلقين فيه كتير، مع أنه قليل ما بيقدر يشوفوه، يعني طبيعة الحال خصوصا أنه أكتريتهم خلقانين بعد الحرب، فهذا الوضع اللي يعني اللي صار بعد الحرب اللي نحن كمان إنه منعايشه، يمكن هني بيحسوا فيه أكتر، إنه نحن يمكن كنا معه قبل بنعرفه أكتر، فهني بيحبوا إنه يقدروا يشوفوه أكتر، يقعدوا معه أكتر، فبس يصح لهم إنه أي قعدة بتلاقيهم كلهم مجمعين حواليه، كل واحد بده يقعد حده بالدور، يكتسبوا أكتر وقت ممكن من شوفته من القعدة حده، لأنه مش على طول يعني هذا الأمر متاح. بطبيعة الحال أحياناً ببعض المناسبات، ببعض الأعداد، يمكن بشكل غير مخطط، ممكن تصير حادثة، حدا من الأولاد أو الأحفاد يقوم فيها بذكرك بابنك، أنه كان هو يعمل هيك، كان هو يساوي هيك، كان يمزح هيك، كان يعمل مثلاً الشغلة الفلانية. يعني شهداء حاضرين بكل بيت وبكل عائلة. بس يكون مجموعين كلنا
بالعائلة مع السيد، فبكون الصغار والكبار عم يحجزوا نوبة إذا لك تقول مين بيقعد حده، يا للقعدة مجرد القعدة حده، يا بده يقول له شيء يا بده يسأله شيء، وما في فرق بين الصغير والكبير بالموضوع. بس لو بس قعدت ما حكيت شيء، يعني بس قاعد عم تطلع بهالوجه وبهال شو بقولوا المحيا، بتكون هيك مبسوط ومسرور. وقد ما قد ما بدك صدر رحب انه يسمع الصغار وشو عم يعملوا، رغم اوقات انه كانوا اصغر من هيك ضجتهم ولعبهم، يكون قاعد انا وياه حد بعض مثلا يتخانقوا الاولاد، يقول له اتركهم اتركهم، ويضحك يقول له لا، يقول لي شايف هلا هودي كيف، يقول له انا ايه، يقول لي هو اهل الدنيا هيك بيتقاتلوا على الدنيا، يقول لي هالقد بس تفرق عمرهم مش اكثر. يعني كل شيء عنده عبره فيه، ما عنده شيء يقوله بيقطع هيك عبثا. نحن غوقى غاوقون في النعم، غاوقون في النعم الالهيه، لا ننتفت إليها، لا نشعر بها، لا نشكرها حتى، قد لا نعترف بها أحياناً أو غالباً، ولكن عندما نفقدها نعرفها، نتذكرها، نتحسر عليها، نقول يا ليتنا شكرنا هذه النعمة. الله سبحانه وتعالى بيقول لي انت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين؟ الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري، بعدين اما رزق وقد ايه بحصل هذا، هاي النتيجه. الله ما بيسالني عن النتيجه. السيد حياته البيتيه ما بتتغير عن حياه ما كان عندنا بالبيت كيف كنا عايشين. يعني إنسان بيقول له هي الأكلة هي الشربة اعملي لنا هيك سوي لنا هيك، ما في حتى مرات، يعني مرات كتير بكون يعني بكونش بالبيت، أنا كنت رح لعندهم يقوم هو يقلي بطاطا يعمل سلطة كذا اللي بيها الموجودة لما انتغد انتغد. حتى بالبيت ما بحب يحسس حدا بالعبء. قبل الحرب مثلا إذا في إفطار للعائلة الكبيرة الموسعة يعني، فأنا بتذكر هو قعد بنص السفرة بالمحل اللي كنا فيه، وقتها قاموا أصهرته بدهم يسكبوا، قال لهم لا، قال لهم كل شهر رمضان الناس بتخدمني إلي وبتصب لي إلي، أنا هلأ هالليلة أنا اللي بدي صب وأخدم الكل، ما خلى حدا يمد إيده على السفرة، هو يأخذ صحون الكل هو يصب لهم وقعد بالنص. حتى بالبيت مثلاً في كتير أيام كون أنا معه لحالي، عرفت كيف؟ يكون مثلاً بعد وقت بده يظهر على الشغل أو شيء، أو لا عنده متابعات على التليفون، افقده أنا بغرفة القعدة، يقوم طلع المطبخ هو جايب الأكل حاط على الغاز وقاعد عم يسخن أو شيء، مع أنه بيقدر يقول لي قوم حط أكل إلي وإلك. يعني هو تفاصيل صغيرة. كونوا أهل معرفة، كونوا أهل بصيرة، كونوا أهل حق، كونوا طلاب حق. في كثير من الأمور التي نعيشها في حياتنا اليومية تحتاج إلى حد أدنى من الوعي والاطلاع والمعرفة ليصبح الإنسان صاحب بصيرة ويعرف من يختار وماذا يختار ومن يؤيد وما يؤيد وفي أي درب يسلك وأين يمشي وأين يقف. أي مسؤولية الناس. صار عندك أزمة، صار عندك مشكلة، صار عندك عقبة عم تواجهها، بتروح بتدق له مثلاً، خلينا نقول بتقول له صار واحد اثنين ثلاثة، انت عم تحكي بالزاروب، يعني مشكلك خلينا نقول خريطة، انت عم تحكي بالزاروب، هو بيطلع 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 بيعطيك مشهد واسع واكبر. عرفت شو؟ بتطلع انت هيك انه ايه عن جد تستصغر ساعتها الامر، بيهون عليك الامور، بعضها بيهونها، وبعض الامور اللي هي معيارها رضا
أو سخط الله سبحانه وتعالى، لا هناك ما بيسايرك، يعني بنبهك أنه ما تستهون، ما تستصغر، لا تأمن سخط الله سبحانه وتعالى. وبعدنا بتذكر أكثر شغلة كان يقول ادعوها هي اللهم اختم لنا بخير وارزقنا حسن العاقبة، كل ما حدا يأمن اعمل وادعي، هاي خاصة هودي هاد النقطتين كتير بيركز عليهم. طبعا على طول منقول الصبر مش معناتها الخنوع والخضوع والقعود والتنبلة والكسل، صبر يعني بدرس وبصبر وبتحمل مشقة الدرس، وبقاتل وبتحمل مشقة القتال، وبزرع وبتحمل مشقة الزرع، هذا يعني الصبر. ولما بتجي المصيبة ما بخليها تهزني ولا توقعني ولا تخليني أركع ولا تخليني استسلم ولا تخليني انهز، هذا يعني الصبر. يعني بفرجيك كيف الدين بالمعاملة، كيف الدين بالسلوك، كيف الدين بالسيرة، كيف الدين بالأخلاق، جوا الحيطان وبرا الحيطان، يعني تحت الضوء وخارج الضوء. مش بس هذا اللي بينحكوا سياسة وعموميات، بس روح فوت على التفاصيل دروس، التفاصيل دروس، مدرسة بتربيك وبتزرعهم زراعة جوا بقلبك بروحك. لهيك هذي عسيرة انه كل شي بتسأل، لا مش كل شي بتصير تسأل، خلص صير تشتغل على النفس، هيدي بحبها هيدي ما بحبها، هي بيكرهها هي بيرضاها هي ما بيرضاها. هذه المشاعر والآلام والأحزان كلها دفعة واحدة على قلب رجل هو أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وعلى قلب امرأة هي زينب عليه السلام. لكن شو كان رد الفعل؟ الرجل الذي حمل في قلبه كل هذه الآلام دفعة واحدة يمد يديه إلى السماء ويقول أرضيت يا رب؟ خذ حتى ترضى. وتلك طبعاً بابا من اللي بيشجعوا على الدراسة الحوزوية، كمان طبعاً لجانب الدراسة الأكاديمية لأنه الدراستين مهمين. ولهلأ أنا بعدني أي استفسار أي تساؤل، إن كان بالدراسة الحوزوية إن كان بمجالس العزاء، دائماً هو حاضر معي وكمان بينصحني وبيوجهني. يعني مرة كنت أنا بشغل معين وفلت منه تركته، بدي أسأله مشان روح على شغل غير، يعني إنه شو بختار؟ قال لي ليك بموضوع العسكر ولهذا، قال لي كله تمام وماشي الحال، قال لي روح على الموضوع الفلاني. قلت له ليش الموضوع الفلاني؟ قال لي بيي كله بيتمحور على دين الناس، كيف تكون حال الناس بدينهم بتفاصيل معينة، يعني قال لي هذا اللي بينعكس على الدنيا على مجريات الأمور، قال الباقي كله بيتعالج، بس هي أهم وحدة هي موضوع دين الناس وتدينهم. أنا بتذكر حادثة يوم من الأيام بيجي صديق إلي بيقول لي ما نطلع على بلد في إلنا هونيك في إلنا صهرنا توفى وبنروح ناخذ بالخاطر، وراحوا كل وجهاء البلد والمختار والشيخ والكل. هلا طبعا أهل البيزوري يعني أهل عائلته ومرته بدهم يحكوا المتون. شيخنا إجا قال لهم هذا الطالب حسن نصر الله بده يحكي الكلمة، يعني فاجأة. هلا طلع السيد حسن حكى ساعة، بعد ما حكى وخلص طلع مين بده يحكي؟ شيخ اسمه الشيخ عبد اللطيف بري. شو قال؟ قال ما في لزوم لأي خطيب أن يعلى هذا المنبر بعد ما أن عبر هذا الفتى ما فيه الكفاية. جابوا ساعة سياسة وديني وعلمي ودنيا وآخرة، سكر الكل. إنه أي حدا حاطط راسه براس أمريكا وإسرائيل، بس بنفس الوقت هو بالبيوت، هو بالجوامع، هو بالحسينيات، هو بالشوارع اللي عايش فيها الناس واللي ماشي فيها الناس، شايفهم وحدهم ومعهم وبيعرف عنهم وبيسمع لهم وعايش همهم ومهتم لهم أكثر ما أنت بتتصور. الله 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 الله.
انظروا إليه، وجهوا التحية إليه، إنه القائد الأجمل، إنه القائد الأمثل، السيد القائد المؤتمن، السيد حسن نصر الله. الفرق بيننا وبين عوائل الشهداء اللي كنا نحسه قبل هو الخجل، وهو اللي بعده لهلأ، خاصة قبل استشهاد هادي إنه هني قدموا أنت ما قدمت، بعد استشهاد هادي إنه هادي فدى، هو ضحى بنفسه، أنت شو قدمت؟ والحلو بعوائل الشهداء بالصورة الغالبة الذين لا يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى. يعني روح طلع على النفسية على الروحية، ما حدا مربح الله جميلة إنه قدم ابنه، بالعكس بقولك خذ حتى ترضى، ولد واثنين وثلاثة وأربعة. وأنا هو سمع من عوائل الشهداء، وقت اللي بتقعد مع أم عندها ثلاث شهداء شو وين بدك تعلي راسك؟ وقت اللي تحكيك اللي بتحكيه بالعزة وبالفداء وبالعاطفة وبالمعنويات، هي بتعطيك معنويات وعندها ثلاثة أولاد شهداء، قلت لك بعد الرابع وبين وأنا قدامهم. ليك موضوع الناس، شعب المقاومة وأهل الشهداء بالذات، هن مش بس موضوع استثناء، يعني منه استثناء والله عن أزمنة ماضية، ميزتهم أعلى من هيك. مرة بقول عنا سمحت السيد إنه ميزة شعب المقاومة أنه لائق بالنصر. لائق بالنصر ليه؟ لأنه شعب بيقدم، شعب بيضحي، شعب صبور، شعب أهل بصيرة، شعب بيتحمل. نموذج مجتمعنا ونموذج عوائل الشهداء فيك تقول قل نظيره. لائقون بالنصر، من هو يقول السيد إيه لائقون بالنصر؟ لائقون بالحب، لائقون بالحب، لائقون بالفداء، بيستاهلوا الضحي وتعطي دمك ومهجتك وولادك كرمالك. إذا كل واحد من وقت عليه مصيبة أو واجه تحدي وتألم وحزن وعانى، بده يضل هذا الموضوع حاضر بذهنه بذاكرته بقلبه بعقله بروحه كما كان بالبداية، ما بيقدر يكمل حياته. الله سبحانه وتعالى مشان استمرارية الحياة من وتفضل على الإنسان بنعمة النسيان حتى ينسى. هلا بينسى بيرجع بيتذكر، ما اختلفناش، بس فرق ما يضل هذا الموضوع أو هذا المصاب أو هذا الحزن أو هذا الألم حاضر في قلبه في روحه في عقله على مدار الساعة. بمحل فكر إنه قديش عن جد عمره خالص لله سبحانه وتعالى، ما أخذ من الدنيا اللي إله شيء، لأنه وياك منفكر فيها طهرة وشمت هوا وراحة لو بنسبة معينة، وبنفس الوقت أنه عن جد قديش العبء والهم والمسؤولية، وحدا عم يزين بأدق من ميزان الذهب أي قرار لأنه في دم وأرواح الناس. هود بينك وبين حالك إيه، أنا حدا من كتير بفكر فيهم، يعني كتير إلهم مساحة براسي إنه بيمرقوا بفكر فيهم، وبقول لك أكثر من هيك، فيش إنسان إلا ما بيمرق بصعوبة معينة. أنا واحد من الناس اللي بيهون علي أي أمر هو بس أتذكره إنه أنا وين عايش وهو وين عايش، ما عندي شيء بيصير بيحرز وقت لقارن أي أمر فيه، كله بتحسه هين 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 بيقطع. كوني بنت الأمين العام ما بيعطيني تمايز أو ما بيحسسني بفرق عن أي حدا تاني، يعني بالعكس بحسها مسؤولية أكبر. أي شيء بدي أعمله، أي شيء بدي يمكن قرار آخده أو أي أمر حياتي بسيط، يعني أي إنسان بيقوم فيه بحس إنه أنا لازم فكر فيه أكتر، دايماً بتطلع أنه أنا هيدا الأمر ممكن يأثر على والدي، ممكن بكلمة، ممكن بأي تعليق، حتى لو هو شيء طبيعي. فمنحب هيدي الصورة الحلوة اللي الوالد عاطيها
بأخلاقه بتواضعه بين الناس يلي هي أعطت رسمال الحب، حب الشعب، حب جمهور المقاومة للوالد، إنه بيحسوه واحد منهم، يعني مش إنه مسؤول أو أمين عام، هيدا التعاطي، المحبة، التواضع. فمنحاول إنه نحن نكون بنفس هيدا السياق بتواضعنا مع العالم. يعني مثلاً الشهيد هادي، هيدا التربية اللي نحن تربينا عليها، وهيدا طبعاً يعني حكي من رفقاته، إنه يلي ما بيعرف إنه هو ابن السيد حسن ما كان بيعرف، يعني ولا مرة فات على مكان عرف عن حاله فيه أو أعطى لحاله أي امتياز عن الآخرين، إنه مثلنا مثل الباقيين. يمكن كمان يمكن نحن نكون أقل من غيرنا بإيمانهم، بمكانتهم، بقربهم من الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله إن شاء الله نكون على قد هيدي المسؤولية. شهيد هادي هي عنوان، هي عنوان أننا في قيادة حزب الله لا نوفر أولادنا للمستقبل، نفخر بأولادنا عندما يذهبون إلى الخطوط الأمامية، ونرفع رؤوسنا بأولادنا عندما يسقطون شهداء. هلأ بيوم الأيام إن والله أنا ما بكيت، هذا له علاقة بالحرب الإعلامية السياسية النفسية، بس بعيد عن الكاميرا أنا بكيت، أنا باي مثل كل باي. اليوم مثلاً أنا لما بيجيني خبر أي شهيد، أنا بقدر استوعب مسبقاً شو هي مشاعر أبوه، مشاعر والدته، مشاعر عائلته. مثلاً هاي إضافة بالنسبة لإلي، إضافة مهمة، هذه أعطانا إياها شهيد هادي من خلال شهادته، من خلال كمان شبابه، عمره. يعني هذا العمر بالنسبة للأهل كتير حساس وكتير مؤثر. وحتى الأصدقاء والمحبين كلهم بيعرفوا أن أنا إنسان عاطفي. هلا احيانا بتشوف بعض انا عم بخطب او عم بحكي على التلفزيون، لما بوصل عند الشهداء وبعض الاحداث المعينه يعني واضح انه انا بتاثر عاطفيا. انا ما بوصفه طفل، انا ما شفتش طفل لسيد حسن، ما شفته بحياتي انه طفل، ما شفته من لما صغير لهو زلم كبير، بس انا بوصفه بعاطفتي. يعني هلا بعاطفتي أنا تقريباً ما بدي أقول له أنا بحبك أنا كذا، أنا هو في أعبرهم بكلام شعري. أنا هذه وجهتها رسالة للسيد، إن شاء الله بتوصل وبيقراها السيد وإن شاء الله بيسمعها منكم كمان. هلأ أقول له مطلعها أنا: يا سيد الله يحميك، أنت النور البعيوني، ياخد من عمره ويعطيك اللي عشتن بيكفوني. هي مطلعها، هو خلي بتشرين الثاني، بقول بآخر تشرين الثاني الله أهداني هدية، هدية كانت حرزاني من فضله توصى فيه. لما نعرفوا جيراني وأهلي بالبيزورية، من الصبح الساعة 8 صاروا الكل يهنوني، يا ريت نعود وأنت منشار، كل ما بتنشر ضل إحني لك، يا ريتني بنهجك فدا وإيثار وروحي بسبيل الله ضحي لك، يا ريت مني منزلك تختار، كنت بقلبي بشتري لك بيت، بالخير والتوفيق بدعي لك. العلاقة مع بيك ومع أمك تتخطى التقليد، وقت لتكون معيش هيك ظروف استثنائية، يعني طريقة الحياة منا طريقة عادية، والحمد لله نحن متعودين عليها، وكتر خير الله نحن منلاقيها تكريم بمحل من المحلات، إنه الله سبحانه وتعالى كرمك بهالقرب أو بهذا الانتساب لهذه العائلة. وموضوع إنه والله نحن بهيد الحالة الموجود اللي هي المقاومة، اللي فيها كتير من الأمور اللي بتصير، من اغتيال خلينا نقول،
من حرب من مواجهة تفقد فيها أعزة كتير. مع الوقت هيدا القرب من السيد كان يغير لنا مش النظرة، ردة الفعل كيف. أنا بقول لك يمكن أوقات نزعل على حدا اللي يستشهد كونه نحنا منعرفه أو فقدناه، ومنزعل زيادة على إنه قديش ممكن السيد يكون زعلان. مثلاً وقت الحج عماد هو قال كلمة إنه ماشي استشهد الحج عماد بس نحنا زلم ونحنا بحرب. طب هذي قديش هذي بتشد الركاب وبتشد الظهر وبتقوي القلب. شو بيقولوا الرجال مواقف؟ هاي لو بين الأربع حيطان أنت قاعد بالبيت وقال لك إياها وأنت زعلان ومؤلم، خاصة علاقتنا بالحج عماد علاقة مميزة كانت. يعني أنا واحد من الناس لل 2008 أنا ما بطلب شيء من بيي، أنا بطلب من الحج، والحج كان هو بده هيك. الحج الحب اللي كان عنده نحن منقول كنا نغار منهم، نسميهم طيور حب. قد ما فيها المودة، هذا المحبة، هذا القرب. وسمعت لك من شوي إنه الملاك الحارس، يعني نقول السيد الشمعة الفراش اللي عم تدور حوالي الحاج عماد، اللي عشوائي ما بيخلي الهوى يقرب منها، ما بيخلي شيء يمسها، ما بيخلي شيء يأذيها. هل قد الحب؟ قد الحب هذا ما خصه بشيء تنظيم وبعلاقة تراتبية إلى آخره، ما بعرف شو بسموها. في علاقة حب، في علاقة عاطفة. على فكرة كذا حدا من الناس بيحكينا إنه نحنا زعلانين مثلاً مثل وقت استشهد الحاج قاسم الله يرحمه، بس زعلنا أكبر على السيد إنه قديش في حب بيناتهم، في علاقة خاصة، قديش أقرب من بعض، قديش هو سند للسيد والسيد سند لإله. أنا بعرف الحاج قاسم، الحاج أبو مهدي، الإخوان معاهم، وكان يتطلع إلى الشهادة. يمكن اللي حصل عليه كان أكثر من اللي بيتمناه، أن تكون الخاتمة بلا رأس كالحسين وبلا يدين كالعباس والجسد مقطع إربا إربا كعلي الأكبر. يعني مستوى الحب مع الحاج والعلاقة وال يعني كل واحد مستعد يفدي الثاني بروحه، وأنا سامعهم يعني بكذا موقف صاير أنا سامع تعليق من السيد لحاله ومن الحج لحاله، وقديش الحرص بأداء التفاصيل على بعض. أما موضوع الشهادة بتغبط، الخسارة بتزعل، نحن بشر ومنحس، لكن اللي بيخليك قلبك قوي وبتطلع بمنظور فيه توكل أكتر وتصبر أكتر هو ردة فعله، طريقته. يعني حتى مثلاً بعطيك نموذج، وقت اللي قعد مع أولاد الحاج قاسم فات الكل مدمع زعلان مكسور، فش شوي بالقعدة بلش تعلى المعنويات، ترتاح الأعصاب، يبرد القلب شوي، آخر القعدة تلاقي مرسوم البسمة على وجه أولاد الحاج قاسم. مدرسة، محور، سحر، ما بعرف شو ممكن تسميه، بس هن هودي هيك. هودي مختصرهم كلمة كان يقولها الحاج قاسم، إنه كل وجوده إخلاص. أي كل وجوده إخلاص، ليك لو ما الإخلاص هودي ما حدا بياخدهم. يعني القالب بده يكون مهيأ ليحمل خصائص معينة، هذا القالب والقلب اللي عنده مهيئين ليحملوا هذه الخصائص. عندي إحساس خاص إنه كمان لقدام في جوهرة بعض أكتر، بجوهرة أكتر. بس رب السماوات والأراضين، جبار الجبابرة، ملك الملوك، من بيده حياتي وموتي ونشري وبعثي وحشري وجنتي وناري، من بيده رزقي وعزتي وكرامتي وسلامتي وصحتي، من بيده كل هذا الوجود وهو رهن إشارته أمام هذا الملك الجبار المقتدر،
المتكبر الرحيم العطوف الودود. أنا الآن أقف وأنا أكبره وأتوجه إليه وأتكلم معه وأحمده وأشكره وأخاطبه: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وأدعو بين يديه وأركع بين يديه وأسجد بين يديه. Thank you.